ابراهيم مرحبا بكم على شوف تي في، تحياتي لك خويا ابراهيم. اول حاجه بغينا نهضروا على المصدر التحكيميه، شنو بالك انت كمخبير رياضي خويا في داك الشيء اللي وقع المنتخب المقابله ديال فرنسا في كرواتيا؟ السلام عليكم، مرحبا مشاهدي شوف تي في. كنا سعداء اننا نتابعوا كاس العالم فريده هذا العام، كانت مرادفه للانجاز عن جداره واستحقاق المنتخب الوطني. التحدي الكبير اللي خلقوه هاد الدوره، واللي كانوا اول فريق عربي وافريقي يمشي نصف النهائي تاع كاس العالم، واللي طموحهم بدا يكبر مقابله بعد مقابله، وكنا نأملوا على الاخر نمشيو مقابله النهايه، ولكن للاسف الشديد كانت ظروف قاهره لحاله دول وصولنا للنهايه، خصوصا اخطاء تحكيميه كارثيه مقابله نصف النهايه من الحكم المكسيكي سيزار. للاسف كان عين حكم برازيلي للمقابله، وفي اخر لحظه تم تغييره وتعيين الحكم المكسيكي. هنا اللي بدا شويه على تعطي شويه ديال الشكوك في هذه القضيه. الحكم المكسيكي دار مجزره تحكيميه في حق المغرب، ضربتي جزاء واضحتين ما اعلنهمش، كذلك الفار لم يتدخل في اللقطتين، وما عيطلوش باش يشوف يراجع اللقطات وباش يقدر يكون عنده حكم اخر في هذيك ضربات الجزاء. للاسف المنتخب الوطني خرج من نصف النهايه باخطاء تحكيميه كارثيه، دي فورس ماجور، اللي هنا خصنا نشجعوا المنتخب الوطني اللي لان ما خرج بشرف، ما خسرش كره، خسر بظروف خارجه عن ارادته. نقدروا نقولوا حنايا بالنسبه يعني النقاش اللي وقع بين حكيمي والحكم والمدرب كذلك، نقدروا نقولوا انه كانت مؤامره من الفيفا باش انه المغرب ما يوصلش النهائي. ما نقدرش نمشيو في هذا الطرح، كاين الناس مشات بزاف مع نظريه المؤامره، ولكن ما نظنش ذاك المستوى كاع المستوى العالي اللي كنلعبوا فيه، وكاس العالم نصف النهائي، وكاين 4 ولا 5 ديال المليار متبعين المقابله، كذلك متبعينها النخب ديال النخب. ما نظنش نمزح حتى نظريه المؤامره، كانت اخطاء تحكيميه اللي كانت ربما كنت نقولوا متعمده، ولكن ما نمشيش في هذاك الطرح ان الفيفا ضدنا، ولا لان الفريق الوطني تعرض لخيانه ومجزره تحكيميه، الحكم هو اللي كان في هذه المقابله. الناس ربطت بحضور الرئيس الفرنسي المقابله، الرئيس الفرنسي كان يعلن قبلها بواحد حوالي شي 20 يوم انه غادي يحضر مقابله نصف النهائي، يعني ما كانش زياره نتاع وزير الخارجيه اللي للمغرب نهار ولا يومين بعد المقابله، هذه كانت معلنه حتى هي واحد الشهر لانها غادي تجي في هذا التاريخ. ما نظنش كانت نظريه المؤامره. المنتخب الوطني كاين اخطاء تحكيميه داخله في اللعبه نقدروا نستافدوا منها نقدروا، ولكن اثرت علينا لان كان المجهود ديالنا مجهود كبير، وكانت وضوح الشمس خصوصا ضربه الجزاء الاولى اللي ما كان حتى حاجز بالنسبه للحكم، باش كانت زاويه الرؤيه ديالو مفتوحه جدا، وكان هو باش يعلن على ضربه جزاء مشروعه اللي شافها العالم كامل، دار خطا ضدنا وعطى انذار اللاعب بوفال. كذلك الحاله الثانيه ديال اللاعب سليم ملاح، اللاعب الريال، شفنا انه قبضه وحتى طاح في ضربه خطا، وللاسف لا التحكيم لا الحكام ولا حكام الفار ما كانوش في المستوى وما تدخلوش، ولينا كنعانيو مع هذا الامر مع 2018، ان كان اخطاء كارثيه ضد المنتخب الوطني والفار لم يحرك ساكنا. نتمنى ان الفريق الوطني ربحنا منتخب، ولات عندنا هويه تكتيكيه، ربحنا مدرب كبير اللي خصنا نعاونوه. وانا اللي ضرني هو ان الناس بقات تمشي تطالب اعاده المقابله، حنا ماشي دوك الناس الحماق والهبله اللي كيهضروا على باش يعوضوا ماتش اللي فات التاريخ ديالو، وتلعبت كاع على كوب دي موند وما عاد يهضروا على ماتش. حنا امه ناضجه، امه كبيره، حنا نحتجوا. كان الاحتجاج ديال الجامعه الملكيه المغربيه
ضد الحكم، هذا احتجاج لمعاقبه الحكم ماشي لاعاده المقابله. تنترفعوا لنا احنا امه ناضجه، حنا ما نكونوش كما واحد الامه اللي صراحه كتضحك عليها العالم كامل بواحد الطريقه ديال التعامل، واحد الطريقه لا معقوله في المطالبه باشياء اللي مستحيله. بالنسبه حنايا شفنا كثره الاصابات، مجموعه تاع الامور طرحت تساؤلات من الجمعيه المغربيه، واش خاص الجامعه دير اعاده النظر في الطاقم خصوصا الاعداد البدني؟ للاسف الشديد تعرضنا لاصابات كثيره. الاصابات بدات بعدا قبل كاس العالم، لان كانوا عندنا اربعه ولا ديال خمسه ديال اللاعبين اللي ما لعبوش كاس العالم اصلا، لان كانوا تخاتوا اللاعبين اللي كانوا مهمين. كنهضر بزاف، انا كنهضر على تيسو دالي لان كان مهم في هذه المنظومه. تيسو دالي هداف من الفتره، لاعب اللي كان يقدر يكون حاتم في كاس العالم، وكنا نقدروا نطمحوا نمشيو. وكان كان عندنا تيسو دالي كنا نقدروا نمشيو بعيد في كاس العالم ونطوب، لان كنا كري بوكو دو كاديو. ولكن للاسف الشديد ما كانش عندنا اللي يسجل. اللاعب المصيري دار المجهودات ديالو ولكن ما عندوش بديل. كان تيسو دالي كان يقدر يكون حاتم عده مقابلات، وكنا نقدروا ان شاء الله نحقوا اللقب. كذلك اللاعب لوزا اللي لاعب مهم في المنظومه، خصوصا في وسط الميدان، تريب بون ريكيبيراتور اللي كان يقدر يعاون مرابط ويعاون اولاحي. للاسف الشديد كذلك اللاعب لوام للاسف الشديد اخر ثلاث ايام اصيبه، ولكن الحمد لله الامور البدلاء كانوا في المستوى، وسي وليد قدر يجيري لي فيكتيف اللي عنده مهنيه واحترافيه. كذلك وقعنا اصابات كثيره في المونديال، اصابات اللي همت خصوصا لاعبي وسط الدفاع، واللي تكاثرها اتى الكثير من الضجيج سواء بالنسبه على الاهليات والمستوى المدربين نتاع اللياقه البدنيه، وكذلك الاطباء بالنسبه للاطباء اللي خدامين في محيط الفريق الوطني. نظن ان هذه الاصابات ترجع للعيا وترجع، لان عمرنا اللاعبين المغاربه ما لعبوش ذاك المستوى وما قدروش يلعبوا سبعه ديال المقابلات 25 يوم، راه مصيبه بالنسبه للاعبين المغاربه. اللاعبين اللي كيفاش هضرت على الاعداد البدني بحال هذه المقابلات بحال هذو؟ يعني نورمالمون كان ما عرفتش الاعداد البدني، حنا كنتكلموا على الاسترجاع لا ريكيبيراتو ابري لي ماتش. هذه لا تيرمينولوجي تكنيك، فهاد خصو يكون استرجاع فيسا كنسترجعوا، يعني كل ثلاث ايام ولا اربع ايام نلعبوا مقابله خصو يكون عندها قوه ديال الاسترجاع. ولكن اللاعبين راه كاين اللي كانت عنده اصابه قديمه ورجعت له، يعني ماشي راه جا حتى لاكوب دي موند عاد وقع له هاد الاصابات. وكاين كذلك الضغط، لعبوا بزاف تاع المقابلات ما يقدروش يتحملوا سبعه ديال المقابلات 25 يوم، لان ابار اللاعبين اللي لعبوا في البطوله الانجليزيه اللي عندهم ذاك كيلعبوا تقريبا كل ثلاث ايام، هما اللي عندهم ذاك المستوى. ولا وما كانش حتى الوقت، لان لما انا كنت نعرفوا بان المدرب جا شهرين ولا شهرين ونص بحال لعب واحد الدوما شاميخال، عييت لهم باش جمعهم واحد 15 يوم قبل البطوله. وان البطوله جات هذا الموسم كان المونديال في وسط العام، لان كنا كنلعبوا المونديال باخر العام، ما يكون عندك الوقت باش تخدم مع الدراري تولي تخدم معاهم. الان راه في وسط العام، اللي عنده لا كونديسيون فيزيك. اللعابه ديالنا كانوا رجعوا من اصابات، لان كان عندهم اصابات قبليه في بدايه الموسم ورجعوا من اصابات. نتمنى ان الجهد كاع داروه دابا صراحه، ماش نقدروا نحاسبوهم، ماش نحاسبوا الناس ديال بريباراسيون فيزيك ولا الناس ديال الطب، لان هما ملزمين باش يديروا تقارير دوريه للجامعه، والجامعه هي اللي تقرر في حقهم واش كانوا في المستوى ولا ما كانوش في المستوى. وكذلك المدرب، لان المدرب تكون التقرير ديالو حاسم وما عندوش مجاملات. الا كانوا اخطاء وكان تاثير على المنتخب الوطني وعلى الاصابات، راه الركراكي ما غادي يرحم حتى شي واحد. اخر حاجه، واش كتشوف بانه المنتخب الوطني قوي قوي، ولكن المجموعه ديال المعدلين كيكون ما عندهاش راس حربه قدام في حال الوقت، مش انه الركراكي يشوف شيء قدام، جميع الفرق عندهم بحال جوج تاع
واحد داير ايمن ولا واحد داير في اليسار، يعني بحال مبابي شفت يعني المهاجم هنا شوف هنا غادي نهضروا واحد خصنا نكونوا شي موضوعيين وتكونوا شي نقولوا الكلام الحق. هنا عندنا الجمهور ديالنا جمهور مصالح يدافعوا على اللعابه ديال الفرق ديالهم. القيامه القيامه في المغرب على اللاعب حمد الله، قيامه ناض خصو يحضر هو الهداف التاريخي والمستوى ديالو كان باين في بدايه الموسم، مستوى محدود يلعب في بطوله سعوديه محدوده. ها هو مشينا لكم دي بوند، واش درنا في هذا المونديال؟ ضيعنا فيه بلاصه، ضيعنا فيه لعاب كان مشى ريان ما خير منه، ريان ما لعب على ديك لا ديفيرونس دريبلور عنده البوزيسيون يحسن حتى الموضوع، يقدر يلعب قلب وجه يقدر يلعب اليه. عندنا كذلك ان الفراخي كما قلت كيدافعوا على اللعبه ديالهم، مشكله انا دابا صراحه ان الجمهور واش ما عندوش دوق ما كيفهمش الكره ولا المصلحه الوطنيه عنده ثانيه بعد المصلحه ديال الفرق ديالهم. هذا للاسف هذا هو اللي وقع، لان سي وليد الركراكي حصل في الاخير ان ما عندوش رامبودوتوش في المستوى. الو بودوتوش اللي يدير اللي يكون حاتم لاعبين، قلت انا قبيله وقلت هضر قلت على تيسودالي، كون كان تيسودالي في لافير لاعب اللي عنده الطموضو كيعرف يخرج وكيرجع وعنده لي زابيل دو بال وعنده مع الشبكه. حنا للاسف الشديد ضيعنا اللاعبين سواء الحمد لله او شديره اللي صغير وما خصناش نهضروا عليه، لان شديره ممتازه التاكتيك مو مزيان، يلعب الضغط حتى هو يلعب كيمسير يلعب الضغط، اضع كثير من الكرات، ولكن الله غالب اصابات كثيره لبون دوتوش على قد الحال. وهذه بطوله اللي استمرنا فيها بزاف، قلت سبعه تاع المقابلات 25 يوم راها مصيبه، وصراحه الاكراهات كاينه فوق الجد، لي روشارج كملوا الله يحسن عونهم. احنا شفنا المقابله الاخيره كنشوفوا حكيمي المستوى العالمي وما قدرش يكمل، عيا كذلك مرابط المستوى صراحه جات فوق الجات. انا اللي كنلوم شويه سي وليد هو في المقابلات الاخيرتين لعب باليميق ولعب داري في لاك سوترا، وبجوج هما مدافعيني دي ستوبور نفس المركز ما كانش على الليبيرو، هو راه مضطر، ولكن كان من الاحسن يلعب بانون، لان بانون هو اللي ليبير، كان يلعب غير اما اليميخ ولا يلعب داري باش يقدر هو يقطع الكوريم وراهم ويوقف، لان اليميخ حاول يلعب ليبيرو ولكن المستوى ديالو ماشي هو ديال ليبيرو، ما عندوش الميتيين تاع ليبيرو. الاهداف اللي تسجلوا علينا في هذه المقابلات وكل كان على ليبيرو في المستوى العالي، حتى حاجه ما تدخل علينا حتى 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 هدف. نتمنى هذا راه غير اشاره للسي وليد الركراكي اللي خصنا نديرو فوق راسنا، الطارحه خصنا نديرو فوق راسنا، لان دار مجهود كبير عالمي في شهرين، قدر يخلق لنا فريق عالمي اللي ينافس على كاس العالم. وصلنا واحد الوقت حتى ان لما ما كانت تاهلوش كاس العالم كنا حنا غضبانين اللي ما تاهلناش نهايه كاس العالم. راه مصيبه، راه على سقف الطموحات. والانسان دوك حنا في المغرب ولينا حنا كيهضر مستوى عالي طموح كبير، علاش حنا لا؟ هذه لان حنا كنا كنرضاو غير بالقليل، الى دزنا الدور الثاني راه حققنا انجاز عالمي، وحتى لما دزناش ولعبنا مزيان كنقولوا حنا لعبنا مزيان رحنا للمستوى. الكاركتر الشخصيه القويه نتاع وليد الركراكي راه نظن غتاثر على بقيه المنتخبات، وغادي يكون عندها طموح كبير ان شاء الله باش نحققوا نتائج كبيره ونطمحوا للالقاب، ماشي نمشيو نلعبوا مزيان ونمشي كما العاده ونرجعوا بخوفي حنين. كلمه بغيت توجهها للجمهور المغربي وطبيعه الحال اللعابه والسيده كراكي ضروري نقدموا الشكر الجزيل لهم، عيشونا الاحلام. ضروري شوف احنا غادي نبداو بسي فوزير خجع ابن المنطقه، فخر الجهات الشرق اللي احنا كنفتخروا به، ورئيس احسن رئيس مات في تاريخ كره القدم الوطنيه، احسن رئيس للجامعه صراحه الشهادات ديالو والمبادرات ديالو عطات الثمار ديالها. العمل القاعدي اللي مشى فيه هذه 5 سنوات ولا 6 سنوات الاخيره هو بدا يعطينا النتائج ديالو. كنشكرو كذلك على المغامره ديالو من اجل الوطن،
من اجل المنتخب الوطني. راه نابورت كي كما كان رئيس جامعه راه ما يقدرش يغير مدرب اهله لكاس العالم او هي باقيه شهرين على كاس العالم. زعما راه كانت مغامره كبيره، ولكن نظن ان سي بوزيد رجع كان كونيسور دو فوت مستوى العالي، وانت اللي كيسمع وكيتشاور مع اكبر المحللين والرياضيين وشاف المستوى ديال سي وليد الركراكي وعطاه الفرصه ديالو، وهيا هيا كل شيء رجع لنا بالربح، ورجع اولا واخيرا رجع بالربح على سي فوزي رخشع. المنظومه الكرويه المغربيه لابد تشكر صاحب الجلالة الرياضي الاول حفظه الله ورعاه، لو كان ماشي هو ما غاديش تكون حتى شي حاجه، كان ماشي هو اللي درنا هذا عطانا الظروف احسن الظروف للاستعداد، لو كان ماشي الاكاديميه محمد السادس لكره القدم اللي راه عطاتنا اربعه ولا خمسه ديال اللاعبين المستوى العالي اللي لعبنا بهم كاس العالم، كنشوفوا قناعي، كنشوفوا مطيري، كنشوفوا اكراد، كنشوفوا دابا صراحه وفي ظرف 8 سنوات هاد الشيء قاعد تحقق ولا 9 سنوات، يعني لو كان ماشي هاد المبادره الكريمه من صاحب الجلاله حفظه الله الرياضي الاول ما كناش نوصلوا لهاد الشيء، وزاد جزاه الله كل خير قريب لكل شيء، الدعم ديالو النفسي، الملاعب كذلك، وصلنا للتنظيم احسن المنتخبات واحسن البطولات العربيه والافريقيه، هذا ماشي سهل الحشيكاك، جزاه الله كل خير. نمشيو نرجعوا للمدرب واللاعبين، المدرب بلا البلاء، المدرب واللاعبين بلا البلاء الحسن في كاس العالم، نتمنى ان الناس المشوشين يبعدوا على المنتخب الوطني، يخليوا الراجل يخدم، يخليوا سي وليد يخدم، يعطوا له الصلاحيه الكامله ويخليه، لان شفنا عطى فرصه للشباب، وحنا شفنا البارح بلال الخنوت بمستوى عالمي 18 سنه، عندنا لاعبين اخرين اللي جايين اللي كيلعبوا في المستوى العالي كشادي رياضي في البارسا، عندنا لاعبين اللي يقدروا يكونوا بدلاء لهاد اللاعبين اللي كبروا ولا اللي راه عندهم اصابات، هاد النتائج كبيره غتشجع اللاعبين المغاربه اللي خارج الوطن انهم يلتحقوا الفريق الوطني ويحبوا انهم يلتحقوا الفريق الوطني حتى ما يلتحقوا بالفرق اللي الدول اللي كينتميوا لها زياده يعني ولاده. نتمنى ان الجامعه دير ثقه في سي وليد وتعطيه الفرصه ديالو كامله وتبعد عليه المشوشين وتخلي له الصلاحيه الكامله، لان شهرين نقدروا وصلنا للنصف النهائي كاس العالم، الا كان عنده الوقت راه حنا كما قال باش نكونوا في المستوى العالي خصنا نكونوا ابطال افريقيا، حنا الحلم اللي راهي عالمنا هذه مده طويله 76 ما ديناش كاس افريقيا، نظن ان مع سي وليد يخليوه يخدم باش ناخذوا كاس افريقيا ان شاء الله، باش ناخذوا المصداقيه ديالنا باننا احنا اقوى فريق عربي وافريقي، هو خلوا سيدي يخدم وعطوا له الصراحه الوقت ديالو وحميوه، حميوه من المشوشين، من اشباه الصحفيين، من جماهير الفرق اللي كتضغط في الخوا الخاوي من اجل مصلحه ذاتيه ماشي مصلحه الوطن، نتمنى التوفيق للفريق الوطني ويكون في احسن المستويات مستقبلا ان شاء الله.